قدمت من الرياض ووصلت إلى مكة أمس واعتمرت وأريد أن أعتمر لأبي، فمن أين أحرم؟ نعم. يقول قدمت من الرياض وأديت عمرة لنفسي أمس وأريد أن أعتمر لأبي، فمن أين أحرم؟ تحرم من الحل، تحرم من الحل، تطلع للتنعيم أو للجعرانة أو للحل تحرم بالعمر، ولكن الأولى أنك ما تطلع من الحرم بل تبقى في الحرم وتشتغل بالعبادة والاعتكاف والصلاة والطواف بالبيت، هذا أفضل من أنك تخرج إلى الحل لتأتي بعمرة. إذا قدمت مرة ثانية إن شاء الله تأتي بعمرة لمن تريد، إذا قدمت من سفرك مرة ثانية تأتي بالعمرة لمن تريد.